السلام عليكم. الآن حنتكلم على تشابتر 5. تشابتر 5 بتكلم على الكلوز لوب سيستم ترانسفر فانكشن، كيف بدنا نجيبها في حالة انه عندي سامبلر ولاحقا في حالة انه عندي ديلي في السيستم. لما نيجي نطلع على الكلوز لوب ترانسفر فانكشن، هاي عندي السيستم، الانبوت عندي ار اف اس، عندي السامبلر هان، عندي الايرور، هاي السيستم اللي عندي، وعندي الفيدباك ترانسفر فانكشن. فلو جيت للاوتبوت اللي عندي ايش بتساوي؟ سي اف اس بدها تساوي جي اف اس في الاي ستار اللي عندي اف اس، هاي سي اف اس في الجي في الاي ستار. طب الاي اف اس هذا ايش بتساوي؟ بتساوي ار اف اس في اتش اف اس. طب في ار اف اس في اتش اف اس في سي اف اس. السي اف اس ايش قلنا عندنا بتساوي؟ الموجوده هاد بتساوي الجي اف اس في الاي ستار اف اس الموجود عندي. الآن الموجود عندي كل شيء معرف، هاي السامبلر اللي عندي، الاي اف اس والاي ستار اف اس والار اف اس الانبوت. الآن انا لما بدي ادمج التنتين هان عشان سولف للاوت للاي ستار اف اس، ايش مطلوب مني اعمل؟ مطلوب بدي اخذ الستار ترانسفورم لكل شيء. الستار ترانسفورم لكل الاكويجن هاي، هذه لحالها فباخذ ستار لحالها، هذه لحال باخذ ستار، هذول التنتين موجودات مع بعض، هذه اوريدي ستار، فهي ايش زي ما حكينا هي محوله خالصه. يعني لو بتكلم في عمله دولار واسرائيلي، هاي هذه هي محوله لاسرائيلي، هذول دولار بلزم تحويلهم لايش؟ لاسرائيلي زي ما بنعملها. فهذه صارت الآن تحولت للإي ستار الآر ستار، وهدول التنتين مع بعض دمجناهم وحولناهم للجي اتش ستار. الآن بقدر من هذه أجيب الإي ستار مع بعض عالشقع الطرف الشمال وأجمعهم مع بعض، إيش بدها تعطيني هان؟ واحد زائد الجي اتش بار أوف ستار، هدول مع بعض مضروبين في إي ستار، يبقى الإي ستار بدأ أقسم على الجزئية اللي جبتها عنا اللي هي واحد بلس جي جي بار جي اتش بار ستار عندي. الآن كل اشي على لغة ستار بقدر اعوض فيها وين؟ هنا اقول السي اس بدها تساوي بدل اي الستار الموجود عندي هان، فلو حولت ايش بدي يصير عندي؟ جي اف اس في الار ستار على واحد بلس جي اتش بار ستار. الآن لما بدي اجيب السي ستار بدي اخذ ستار لبوت لتو سايدز، فايش بدي يصير عندي؟ يعني هاي حولتها، فالان بدي اخذ الستار لبوت سايد، فهذه حتصير ستار وهذه اوريدي محول لستار، وهاي حتصير ستار زي ما هو موجود عندي هان. وبعده بدل الجي بدل الستار بحط ايش؟ الزي الموجوده عندي، فبصير عندي سي اف زي بدي يساوي جي اف زي فالار اف زي على واحد بلس جي اتش بار أفزي. هذه الطريقة اللي احنا بنستخدمها ها. الآن البروسيجر لو أنا بدي أمشي في طرق معينة أوصل لها، إيش أول حاجة؟ بدي أعمل construct للأوريجينال سيجنال فلو للسيستم، بعده بعمل assign variable to each sampler input وسامبلر output. السامبلر output بحط السامبلر input بحط عليه star بصير output. Considering each sampler output to be a source node input, express the sampler input and the system output in term of each sampler output and the system input. يعني انا بدي امسك اللي عندي كل حاجه بدي احطها على شكل يا اما يكون عندي input للسيستم او sampler output اللي فيه الستار. بعده take star transform these equation and solve for any convenient by any convenient method. الان بدنا نعمل solution. الان نيجي نطلع عندي هاي system example 5.1، هذا اللي عندي analog to digital, digital to analog، هاي البلانت، هاي الكنترولر، وهاي السنسر اللي عندي. انا جيت مثلتها، هاي السامبلر عبارة عن T، هنا بدي يكون عندي E star of S، هنا M star of S اللي بطلع عندي، هذا بدي يعطيني ال M bar of S، هذا بدي يعطيني C of S، هذول التنتين بضمهم مع بعض لانه هنا عندي zero order hold، وهنا البلانت اللي عندي فبتعطيني جي اوف اس وهي الاتش اوف اس. فهنا جيت عملت لها ريبريزنتيشن باستخدام مين؟ باستخدام السيجنال فلو.
هاي اللي عندي ال R هنا multiplied by 1 أعطتني ال E. ال E إيش بدها تساوي؟ بتضرب ال C اللي عندي هنا في ال H بال minus H واجمعها مع ال R بتعطيني ال E of S. هنا ال output للسامبلر إيش؟ E star. ال E star لما أضربها بال D star اللي هي digital حتعطيني ال M star الموجودة هان، وال M star لما أضربها في G حتعطيني إيش؟ ال C الموجودة. هذه الخطوات اللي عندي. الآن اللي عندي الـ E زي ما حكيت تساوي R minus الـ H في الـ C. طب الـ C إيش بدها تساوي؟ الـ C بدها تساوي الموجودة عندي هان، هاي الـ C بدها تساوي G في الـ D في الـ G في الـ D star في الـ E star. هاي الـ G في الـ D star في الـ E star الموجودة عندي اللي هي أنا قلت عنها هذه الـ C اللي عوضت عنها هان فأعطتني هذا المعادلة. الآن ما إنه عندي هنا الستار الموجودة هان تعمل ستار لبوت سايد للمعادلة هاي. لما نعمل ستار لها إيش هذا هتعطيني؟ هتعطيني إي ستار آر ستار، هدول هذه الريد ستار وهذه الريد ستار، هذه مع بعض حد مجموع حقول عندي جي اتش بار ستار زي ما هو موجود عندي. الآن بقدر أعمل solution لأنه صار عندي هاي الـ E star هان والـ E star هان، هذه بجيبها على الطرف الثاني فبصير عندي 1 زائد G bar G H bar star في الـ D star في الـ E star اللي عندي، وبقسم على هاي فبصير R star الـ E star تساوي R star على 1 plus D star G H bar star. الآن أنا إيش بقول عندي؟ الـ C بدها تساوي هدول اللي عندي، الـ E star هاي نجبتها والـ D star جاهزة، والـG هذه بدي أحولها لستار وهذه بدي أحولها لستار. لو حولت هدول للستار فبصير عندي الـ C star بدها تساوي G star في الـ D star في الـ E star، وحولت هنا بدل عوضت بدل الـ E star فهنا حيصير عندي R star على 1 بلس دي ستار في جي اتش بار ستار، وبعده بحول بدل الستار بحول زي لزي فصار عندي سي اف زي بدي ساوي دي اف زي في جي اف زي على 1 بلس دي اف زي في جي اتش بار اف زي في الار اف زي. هذه الان هناخد بريك وبعده بنرجع نتكلم على 5.2 زي ما شفنا.